مسلسل الرعب مستمر في أوروبا، فبعد تفجيرات بروكس الأخيرة ها هي باريس التي اكتوت بنار الإرهاب أيضا، تعلن إحباط مخطط لجريمة إرهابية أخرى. فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أن قوات الأمن الفرنسية نفذت عملية توقيف كبرى في ضاحية باريس، أتاحت إفشال اعتداء كان قد بلغ مرحلة متقدمة من الإعداد، وأوقفت مشتبها به في ضاحية أرجنتوي. الوزير الفرنسي أشار أيضا إلى أنه ليس هناك أي دليل ملموس على وجود رابط بين هذا المخطط واعتداءات باريس أو بروكسل الأخيرة، لكنه أضاف أن المداهمات وعمليات تفكيك المتفجرات كانت لا تزال مستمرة في مبنى سكني بعدما أخلي من سكانه. المسؤول الفرنسي أوضح أيضا أن الموقوف الفرنسي الجنسية وهو مشتبه بتورطه على مستوى عال في هذا المخطط، وهو أيضا عنصر في شبكة إرهابية كانت تخطط لاستهداف فرنسا. وكان كازنوف قد أكد ضرورة وجود أنظمة أمنية في المطارات الأوروبية لرصد عودة المتطرفين إلى أوروبا. إذا أردنا أن نزيل خطر الإرهابيين عندما يجتازون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي عبر مطاراتنا، يجب أن يتم إبلاغنا بعودتهم وبقرارهم العودة إلى هذه المدينة أو تلك في القارة الأوروبية. الإجراءات والمداهمات الفرنسية هذه جاءت في وقت تلملم فيه بروكسل جراحها أيضا، وتتخذ المزيد من الاحتياطات الأمنية. وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا أن قوات الأمن اعتقلت 6 أشخاص في بروكسل في إطار التحقيقات الجارية في الاعتداءات التي أدمت العاصمة والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. قلق وهواجس أوروبا لا تبدو أنها في طريقها إلى الانحسار في وقت تستعد فيه القارة لإعادة النظر في جميع تدابيرها الأمنية التي لم تجنبها ضربات الإرهاب في صميمها. نبيل سالم، العربية.